مساء الخير. الثورة أولا والقانون فوق الجميع. مرة جديدة بيؤكد الإرهاب أنه لا وطن له ولا دين له. مرة جديدة بتأكد قواتنا المسلحة وجنودها البواسل استحقاقها لأنهم يكونوا من جنود مصر خير أجناد الأرض. ومرة جديدة النهاردة بيثبتوا للعالم كله وبيتحدوا العناصر الإرهابية تقريبا الحرب اللي كانت موجودة النهاردة على أرض سيناء، أرض غالية جدا وحقق فيها قواتنا المسلحة الانتصار الكامل. طبعا لازم يكون في خسائر لأن الحرية لها ثمن، وأكيد لأن مصر غالية كمان الثمن أكيد لازم يكون غالي. استشهد بعض جنودنا البواسل من قواتنا المسلحة، كل التعازي لأسرهم. الحقيقة زي ما قلت امبارح، الأحرى أن احنا نعزي نفسنا لأن هم إخواتنا وهم ظهرنا وهم سندنا، لكن مصر غالية قوي تستحق الثمن اللي الدفع ده. وعلشان نحسسهم أنه يعني دمهم ما راحش هدر، لازم احنا كمان في ميدان تاني وعلى صعيد تاني وبحرب تانية نكون كمان لا نقل عنهم وطنية وشرف وشجاعة وحب لمصر. كل واحد على حسب مكانه ومهما كان الميدان اللي احنا بنشتغل فيه، كل واحد على حسب تخصصه. هو جندي مناضل من اجل مصر. احنا على صعيد تاني، ولان الحرب اذا كان في حرب ليها يعني ابعاد مختلفة وليها محاور مختلفة، ولازم يكون الحرب على اكتر من صعيد. كمان الجانب القانوني من الجوانب المهمة جدا ورافد مهم جدا يخلي مصر تتقدم للامام ويحقق لها بالفعل حريتها ويحقق لاهلها الاستقرار والامن، زي ما قال السيد عبد الفتاح السيسي اول امبارح في الجنازة. عشان كده احنا النهاردة بنكمل المسيرة اللي حصلت الصبح بمجهود يعني متواضع ولكنه مخلص الحقيقة، وطني جدا. بنتكلم عن قوانين الارهاب وعقوباتها، وبتصور انه كان في انباء عن صدور قانون الارهاب، لكن طبعا لسه التفاصيل مش موجودة معانا، كان مجرد اخبار تناقلتها وكالات الانباء المختلفة، لكن مفيش تأكيد على ده. بكرة ان شاء الله الامور هتتضح اكتر ونشوف المستجدات الخاصة بهذا الامر. هنتكلم طبعا عن قوانين الارهاب وعقوباته وايه اللي موجود بالفعل في القانون الحاصل وبين ايدينا، وايه المتوقع وايه اللي احنا عايزينه في القانون المفترض يكون موجود الان. مشرفنا النهارده استاذ جمال الدين عبد العزيز محامي بالنقد الدستوريه والاداريه العليا. اهلا وسهلا بك، مشرفني اكيد. هنتكلم طبعا عن قوانين الارهاب وعقوباته، وهنتكلم كمان عن جانب مهم قوي، التستر على شخص مطلوب للعدالة، على اعتبار ان في بعض الاشخاص للأسف الشديد بحسن نية او سوء نية بيتستروا على هؤلاء. وضعهم ايه بالنسبة للقانون ده؟ كمان جانب ورافد مهم جدا عشان تعرفوا حقوقكم وواجباتكم ايه. كلها من الموضوعات اللي احنا هنناقشها. ارقام التليفونات اللي حضراتكم هتتواصلوا من خلالها معنا حالا هتمرر اسفل الشاشة، وهنبتدي بعد الفاصل. قوانين الإرهاب وعقوباته مش أمر جديد ومش يعني مش موجود في القوانين المصرية أو القاعدة التشريعية المصرية، ولكن كانت المناداة بوجود قانون يشمل كل الجوانب الخاصة بالمواد التي تتحدث عن جريمة الإرهاب وكيفية التعامل معها قانونا والعقوبات الخاصة بها. في قانون موحد منفصل حتى يتم التعامل معه بشكل واضح ومحدد. ربما يكون هناك إضافة لبعض الجوانب أو حذف لبعض الجوانب، تشديد العقوبات في بعض الأحيان، ولكن هو موجود في قانون العقوبات يا أستاذ جمال، مظبوط؟ نعم، فعلا منصوص عليه في قانون العقوبات. وبداية أنا بعزي نفسي وبعزي الشعب المصري على الشهداء اللي هم بنفقدهم كل يوم وكل لحظة وبيضحوا بحياتهم. تحية القوات المسلحة، تحية للشرطة، تحية لكل جندي واقف في ميدان المعركة بيدافع عن ابني، بيدافع عن أختي، بيدافع عني. النهاردة الحقيقة احنا بنواجه حرب شرسة ضد الإرهاب، والإرهاب هو هدفه ان هو
يقضي على الدولة، يقضي على المجتمع، يقضي على الحق، يقضي على الحقيقة، يقضي على الناس، يقضي على كل ما هو يسعى إلى السلام. النهاردة حادث اللي حصل لاغتيال سيد النائب العام، الحادث ده مش حادث فردي، ده اعتداء على الدولة نفسها، اعتداء على صفة رسمية من الدولة، كما ولو كأن أنا بعتدي على الدولة نفسها. صفة النائب العام في أي دولة في العالم، عندما يعتدى على النائب العام، أنا ما بعتديش على فرض بقتله أو بسرقه، لا، ده أنا بعتدي على الدولة. رمز من رموز حماية العدالة في أي دولة من الدول. ده هو مش رمز من رموز العدالة، ده هو الرئيس الأعلى للنيابة العامة. وما هي حماية الشعب؟ نعم، النيابة العامة اللي هي بتقدم المتهم إلى المحاكمة عادلة بأدلة تتوافر فيها الركن المادي والركن المعنوي، ويستطيع المتهم أن يأمن على نفسه من محاكمة عادلة عن طريق الأدلة الجنائية التي تقدمها النيابة العامة. النائب العام النهاردة اختصاصه هو بيبحث عن الحقيقة، بيبحث، مش ان هو بيقدم، لا، ده بيبحث عن الحقيقة. فالحقيقة الحدث ده لن ينساه التاريخ، لن ينساه ولن يعني وطبعا يا فندم هو مش حادث زي ما حضرتك قلت اعتباطا او حادث فردي، بدليل اللي حصل النهاردة الصبح بهجوم منظم جدا على الكمائن الخاصة بالجيش وقواتنا المسلحة في سيناء. واضح ان هي عملية تنظيمية يعني مرتبة ومنظمة وممولة بشكل دقيق جدا. اذا هي حرب زي ما حضرتك بتقول، اكيد الحرب ليها يعني ادوات مختلفة للتعامل معها، منها المخابراتي ومنها العسكري ومنها ايضا القانوني. نعم. احنا يهمنا في البرنامج هنا الجانب القانوني الحقيقة، وهو رافد مهم جدا لتحقيق العدالة في اي دولة من الدول. وانا مع حضرتك ان بالنسبة لي الجانب او المهمة اللي بيقوم بها الجيش او المهمة اللي بتقوم بها الشرطة، في مهمة معهم اساسية اللي هي مهمة القانونية. ايه هي المهمة القانونية؟ النهاردة الحقيقة هل قانون الإجراءات الجنائية، هل قانون العقوبات، هل القانون الجنائي المصري بوضعه الحالي يستطيع أن يمنع حادث اغتيال كما حدث بالنسبة لوقعة النائب العام وما حدث من شهداء لينا سابقين، أو يستطيع أن يقدمهم للعدالة؟ ده الحقيقة اللي أنا كان محل بحث رجال من فقهاء القانون في مصر ورسائل دكتوراه والقضاء المصري في سبيل ايه. هو النهاردة انا لما بستطيع امسك بايد المجرم الحقيقي، يبقى انا كده استطعت ان انا اقدم للعدالة، وفي نفس الوقت اسعى الى تأمين المجتمع. انما طول ما انا لم اقبض على المجرم الحقيقي، انا الادوات ربما يعني تقصد حضرتك فقط لا اكتفي بالادوات، يعني هم بيستخدموا بعض العناصر كادوات ليهم، لكن تقصد المنظم طبعا هدخل فيها العقل المدبر لعملية الارهابية. لكن انا هاخد السؤال اللي حضرتك سألته وهعيد الكرة مرة جديدة ليك، هل يستطيع القانون باجراءاته الجنائية الموجودة الان ان يقدم من قاموا بالعمليات الارهابية للمحاكمة بشكل ناجز، بلاش سريع عشان بيزعلوا مننا يقولوا ان ده على حساب العدالة، لا، ناجز ليس به اي تجاوز على حساب العدالة؟ ارد على حضرتك على هذا السؤال واقول لا يستطيع قانون القانون الجنائي المصري، سواء قانون العقوبات او قانون الاجراءات الجنائية، ان يقدم او يحارب الارهاب بنصوصه الحالية. ليه؟ لان انا عندي في فرق الاول قبل ما اقول القصور اللي موجود في قانون الاجراءات الجنائيه ولا اطالب بتعديل قانون الاجراءات الجنائيه وقانون العقوبات حتى يتلائم او حتى يستطيع ان يواجه من يحاولون ان يقضوا على المجتمع المصري. مش هقول بقى، يعني انا لازم افرق ما بين ثلاث انواع من الجرائم. اتفضل.
جريمة الإرهاب، الجريمة السياسية، الجريمة المنظمة. الثلاثة بيتفقوا أنهم عايزين يقضوا على المجتمع. الثلاثة سواء جريمة الإرهاب، سواء الجريمة السياسية، سواء الجريمة عند المنظمة. الحقيقة ناخد أنا دايما كعادتنا كرجال قانون سواء في القضاء الواقف أو القضاء الجالس، مهنتنا مهنة عملية، بمعنى أنا ما أقدرش أعزل النصوص القانونية عن الواقع. مفروض. ما ناخد الجريمة أو الواقع أو حدث الاغتيال الذي تم للسيد معالي النائب العام الله يرحمه، كمية المتفجرات، أسلوب الجريمة، هل سؤال بقى اللي بسأله هنا، وقرار القانون انا ما لا يمكن اقول مين اللي ارتكب الجريمه الان الا لما جهات التحقيق الابتدائي تقدمه بالادله. هل هي جريمه سياسيه؟ هل هي جريمه منظمه؟ هل هي جريمه ارهاب؟ طب ما تفرق لنا ما بين الثلاثه يا استاذ جمال الاول. في فرق شاسع ما بين الثلاثه، وان كان الثلاثه بيتحدوا في الهدف ان هم يقضوا على وطن اللباس. الجريمه السياسيه بتحارب نظام حكم في الدولة، بتحارب النظام الموجود، بترتكب ضد فرد، ضد رئيس جمهورية، ضد شخص، ضد رئيس وزراء. أما الجريمة المنظمة دي هدفها المجتمع ككل، مش نظام الحكم، هدفها القضاء على المجتمع المصري، المجتمع العربي. ومن أمثلتها جرائم المافيا الإيطالية، واللي هي بتشيع والجرائم الإباحية والإتجار بالمخدرات والفساد المالي والإدارة يعني المجتمع. يعني تسعى لتدمير مجتمع وثقافة ومبادئ. بيدمر لي المجتمع من أساسه، من فكره. لأن أنا النهاردة إذا أردت أن أنا أدمر مجتمع، هو المجتمع المصري ليه النهاردة عاجز عن مواجهة ما يحدث من الحفاظ على، أو الجريمة بترتكب وبعد كده ببحث؟ لا، أنا المفروض أن أنا أكتشف، أن أنا أكتشف الجريمة قبل ما ترتكب، مش النهاردة الجريمة حدث الاغتيال يقع وبعد كده أفكر هواجه إزاي بقانون الإجراءات الجنائية. ليه حضرتك تفتكر؟ لأن الأيديولوجية، يمكن ما وصلناش لأيديولوجية مرتكب هذه الجريمة. طبعا أنا لحد أنا أجزم حتى الآن أن آليات القانون او الضبطية القضائية او قانون الاجراءات الجنائية او التحقيق الابتدائي عاجز عن الوصول الى السرعة في الاقتصاص من الجناة الحقيقيين الذين ارتكبوا هذه الجريمة. لان انا بيجوايا شعور، انا عشان كده هناقش حضرتك في الموضوع ده تحديدا، لكن فرقني ما بين التالت بقى. حضرتك كلمتني، انا اتكلمت على الجريمة المنظمة، الجريمة السياسية، الجريمة الارهابية او جريمة الارهاب الدولي. جريمة الارهاب الدولي بتتفق برضو بتقصد مجتمع بعينه، اللي بيبقى فيها هجوم عسكري وفيها تنظيم دولي من مجموعة من الدول. ده اللي حاصل دلوقتي، ده اللي كان موجود النهاردة في سيناء، اللي كان اللي موجود. يعني انا برضو حتى الان يعني يمكن علشان اقول اللي حصل في سيناء وما يحدث حتى الان سيناء، طبعا جريمة بكل الاشكال، وهي اعتداء على مصر واعتداء على كل مواطن فيها وعايز ينهي على مصر. انما هي جريمه دوليه، في جريمه، في اطراف، في عدو يسعى الى ان مصر تعود الى، يعني زي ما كنا احنا هزمنا في 67 هزيمه عسكريه، استطعنا في 73. العدو الحقيقي لمصر وللعالم العربي النهارده استطاع في خلال فتره الحكم السابق، حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ان يعني يعدم الفكر وينشر الفساد المالي والاداري ما بين افراد المجتمع. اصلا عشان كده بنقول مش بس يعني الحل العسكري فقط هو لمحاربة هذا العدو، كمان لازم يكون في وسائل اخرى، ابعاد اخرى، منها البعد القانوني. تمام، اتفق مع حضرتك، وده مطلوب جدا، لان هو الجندي او الواقف على المعركه او ضابط الشرطه اللي هو في الاسم مش كفايه. انا يكفي ان انا اقول ان يجب
على كل مواطن في الشارع، في القرية، في المدينة، في كل مكان، شوف مين الغريب اللي دخل عندك الشارع. معلش كده هنتكلم مع حضرتك في تستر على يعني هنرجئها قليلا، يعني دي ضمن المحاور اللي موجودة معنا النهاردة ان شاء الله، فكرة التستر على شخص مطلوب بحسن نية او سوء نية هو من الموضوعات المهمة قوي اللي احنا لازم نلقي الضوء عليها، لانها تعتبر الحقيقة خيانة. تمام. خيانة تمام. بمعنى كلمة خيانة، بعيدا كمان على انها جريمة، هي خيانة. تمام. انا برضو عايزة اتكلم بشكل بقى تفصيلي. نعم. عن الاجراء، ليه حضرتك بتقول ان الاجراءات ليه بقول ان في قصور في قانون الاجراءات الجنائية؟ ما هو قانون الاجراءات الجنائية؟ جريمة ارتكبت، اغتيال النائب العام المصري، هذه الجريمة تستدعي مأمور ضبط قضائي وتستدعي تحقيق ابتدائي تستدعي القبض على متهمين لتقديمهم الى عدالة حقيقية. النهاردة ليه ده في دم، ده في ناس بتموت؟ لا من غير ليه، هو ده مش محتاج مبررات، ده مش محتاج مبررات. يعني انا النهاردة ده مفيش بعد القتل والموت جريمة ممكن بشعة، مفيش تبريرات، مفيش تبريرات. هل ده مش حاصل في القانون الحقيقة المتخلص؟ هو حاصل ولكن ببطء شديد جدا. ليه انا يعني بتقصد حضرتك ان مفيش قوة الزامية في القانون انها تخلي العناصر اللي حضرتك قلتها انها تتحرك لمكان الجريمة وانها هتباشر عملها او وقت محدد لانهاء مهامها المختلفة؟ حضرتك تقصد كده؟ اقصد كده لسبب بسيط. الجريمة التي ارتكبت في حادث اغتيال النائب العام جريمة مش عشوائية، وجريمة مش اشخاص غير محترفين للاجرام، ده بالريموت كنترول بالعربية مش بالتليفون المحمول كمان. النهاردة لما نيجي في العلم الحديث وبيستعمل الريموت كنترول والتفجيرات اللي تمت وفي حرس موجود، طيب ايه الحماية اللي قدموها لي لحماية النائب العام؟ الجريمة لما ارتكبت يعني لابد من اجراءات تحفظية يقوم بها مأمور الضبط. طبعا احنا قرينا النهاردة في الجرايد تقرير المعمل الجنائي وفي شهود متطوعين البواب وفي ناس وفي شهود اتسألوا في الواقع والنيابة العامة والشرطة شغالين الحقيقة على، ولكن ضابط الشرطة عشان يجمع معلومات ويقوم بالتحريات والنيابة العامة علشان تستقصي الحقيقة وتجيب للمتهم الحقيقة لابد ان يكون، وفعلا الحقيقة انا اؤيد التعديلات اللي جات النهاردة في قانون الارهاب، انا قريتها الحقيقة. تعديلات قانون ايه؟ قانون يعني اذا الخبر ده مظبوط صحيح؟ الخبر ده يعني انا قريته في البرنان وكمان عشان اقول الجوانب المختلفة الخاصة بالتعديلات الخاصة بهذا القانون. طبعا وافق على التعديلات. ومنها ايه اصلا التعديلات؟ التعديلات عبارة عن بالضبط كده تعديلات في التحقيق الابتدائي لكشف الجناه الذين ارتكبوا الجريمة. كان الاول انا بعتمد على في الجنائي، انا بعتمد على أدلة الاثبات، شهادة الشهود، بعتمد على المعاينة، بعتمد على الخبرة، بعتمد على الدليل الكتابي كله. فالنهاردة لما يجي عدلي وفي أدلة الاثبات وأدلة النفي هو ومعاه كمان بقى اكتر حاجة اللي هو طرق الطعن في الحكم. النهاردة انا ما يعني ما ينفعش في جرائم الهرب اخلي الطعن للمره الثانيه امام محكمه النقد المصريه او امام محكمه النقد، لا ده لابد ان انا ااثر في الاجراءات التي تتم سواء في التحقيق الابتدائي او في اجراءات المحاكمه حتى استطيع ان اقبض واصل الى عداله حقيقيه ناجزه. وسأليني سؤال مهم جدا في الموضوع ككله، قلوبنا كلها كشعب مصري بيتقطع على الشهداء اللي بيموتوا كل يوم وعلى اللي بيحصل في مصر، ومصر يعني بلدنا. انا من واحد كنت في الخارج، انا رجعت من الخارج لان اول ما رجعت في المطار بست تراب والبلاط بتاع بلدي. ازاي تعدل ده في القانون يا استاذ جمال؟ نقدر يعني حياتك بتقول لي انه كان في القانون القديم كان في مجموعه من يعني المماطلة
او النقض على اكتر من درجة، وكان ده بياخد وقت كتير جدا، سنتين او ثلاثة او ساعات بيوصل لاربعة. ألغي الطعن للمرة الثانية. حصل ايه؟ مش حضرتك قريت التعديلات؟ هل تناقشوا الموضوع؟ هو الحال لسه انا مرتاش في الجريدة الرسمية. او يعني انا كراجل القانون يعني لما دايما بحب اتكلم في الجريدة الرسمية، لكن انا شفت قريت الخبر في الجريدة. لكن هو قبل الخبر انا عايز اقول متوقع ايه، او يعني تنصح بايه؟ ان يكون يعني النقض على مدة معينة على درجة، على درجتين، ما يبقاش اكتر من كده، ما يكونش على مرتين. وانصح بالاتي، ومش اقول انصح، اقول ما كان يجب ان يتم لحماية العدالة الاجتماعية ومكسورة ومكتسباتها. ايه هو؟ عندما تقوم الثورة لابد من محاكمة استثنائية. الثورات كلها قامت في العالم لم يحاكم الفاسدين فيها، ولم يحاكم اللي هم ضيعوا الوطن بالقوانين العادية، وإنما كان هناك قوانين الاستثنائية. دي قوانين قد البعض يسيء فهمها يا أستاذ جمال، وإحنا حريصين جدا عن أن كل كلمة بتتقال من خلال البرنامج. إحنا ارتضينا من الأول إبان الثورة، حضرتك متذكر، أن يكون طريقة القصاص هي القضاء المصري الوطني، لا هي محاكمات ثورية ولا محاكمات استثنائية. حضرتك كنت تقصد بإيه محاكمات استثنائية؟ إحنا ارتضينا القضاء المصري. أقصد أقول بإيه محاكمات استثنائية، مش 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 قضاء اللي هو نقدر نقول عليه أمن الدولة اللي هو كان في وقت من لا ولا ثوري ولا محاكم ثوري. احنا لأنه فات الأوان قوي ان احنا نتكلم في الموضوع ده، لكن تقصد باستثنائي. انا اقصد استثنائي ان ما يتم من جرائم ترتكب على ارض مصر هي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، تستخدم ادوات وتستخدم اساليب المجتمع المصري بأكمله، سواء من الجيش أو الشرطة أو التحقيق الابتدائي. لابد أن يكون هناك نصوص جنائية في القانون الجنائي أستطيع بها أن أواجه الإرهاب، أستطيع بها أن أواجه الجريمة. التكنولوجيا الجديدة وتقصير المدد الخاصة بالنقض وكل تمام. الاستثناء هو لابد أن يكون بالاستثناء، بالمعنى اللي حضرتك بتقوله ده لازم يبقى قاعدة، مش بس في جرائم الإرهاب، الحقيقة في الأحوال الشخصية، لأنها أسر بتتهد في المدنية، لأن ناس بتتسجن في الإيصالات وحضرتك ده هو مش الأحوال الشخصية بس كمان يعني إذا هو الموضوع ده لازم يكون أصلا القاعدة مش الاستثناء. انا حضرتك انا يمكن كنت جاي النهارده، انا كنت مجهز موضوع اللي هو موضوع المحكمه الرياضيه او موضوع قانون العمل والعمال اللي هم صاحب العمل بيحرمهم من الراتب، بيجي اخر الشهر عايز المرتب بتاعه علشان يقدر يدفع الايجار وعشان كذا. انا كنت مجهز الحلقه الحقيقه مع ناس، ولكن الحدث فرض نفسه علينا ان هو النهارده. انا يمكن كان عندي منشاه او عندي نادي حدائق الاهرام، انا كان عندي مشكله في ان الموظفين هناك بقى لهم فتره ما خدوش، فانا كنت هخصص له حلقه، كنت اناشد وزير الرياضه ان هو يعمل لي المحكمه الرياضيه او يصدر لي القانون الرياضي الجديد. بمناسبه ما دي من حاجات كمان اللي احنا لازم نتكلم عنها، هي المحاكم المتخصصه. وبمناسبه كمان نعم، من الامور اللي حتى اتكلم عليها السيد عبد الفتاح السيسي فكره نعم، انه لازم يكون في محاكم متخصصه مهتمة فقط بنوعيات معينة، بمجموعة نوعية من القضايا منها الإرهاب، وفكرة التخصص بتغزو العالم الآن. نعم. إيه حضرتك في ده؟ عندنا تجربة خاصة بالمحكمة الاقتصادية، المحكمة الاقتصادية كمان حققت نجاح كبير جدا، وما بقاش عندها تقريبا المشكلة اللي حصلة ببطء التقاضي. فرأي حضرتك إيه في المحكمة؟ رأيي فعلا هو الفقه والقضاء يمكن في يعني في مصر وبذات الفقه بينادي بأن يكون هناك قضاء متخصص لسرعة إنجاز القضايا، خاصة الإرهاب كنوع من الجرائم بيرتكب. مش بيدمر لي فرد بعينه، لا، ده بيدمر لي مجتمع بأسره. العقوبات أخبارها إيه في القانون القديم اللي هو في موجود في قانون العقوبات، وما هو مأمول في القانون الجديد؟ هو العقوبات الحقيقة في النص في قانون العقوبات ان بالنسبة للإرهاب ده الإعدام،
يعني ما فيش أبعد. لا 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 الإعدام. طب المشاركين والعقل المدبر والمستخدمين واللي بيستخدموهم، في بعض الناس فعلا مقتنعة في فكرهم، في بعض الناس يعني غلابة هم مجرد أداة في إيديهم. كمان دي من الحاجات اللي إحنا لازم نتكلم عنها. يعني هو طبعا النهاردة بالتأكيد اللي هو بيكون مشارك في جريمة المفروض العقوبة بتتناسب مع الجرم اللي ارتكبه، والقاضي الجنائي بيراعي ذلك في حكمه. يعني انا مش ما بيكونش الفاعل الاصلي اللي هو جاب المفرقعات او في العربيه وبالريموت كنترول، زي مثلا طفل صغير او واحد مثلا ساهم في يسرق العربيه ويجيبها، او بيبقى فيه، او حتى برضه يمكن لسه العربيه يستحق نفس العقوبه. لكن كل شريك في الجريمه على حسب نسبة مساهمة الدور، وتسمى في القانون المساهمة الجنائية، ان كل مساهم في الجريمة له العقوبة بقدر الجرم الجنائي الذي كان سببا في احداث النتيجة الإجرامية، حتى ولو بالتسطر. حتى ولو بالتسطر ده يد للموضوع، ده التسطر قد تصل الى عقوبة الفاعل الاصلي. لا طبعا، لان انا يعني ليه بقى ده صحيحتك، مش عايزين نستطرد فيه اكتر. بس سؤال اخير قبل ما انتقل لفكرة التسطر، لان دي من الامور المهمة جدا اللي احنا بشكل او باخر المرتكبها هو بيساعد على وجود الجريمة. الاتفاقات الدولية، حضرتك قلت دلوقتي الارهاب هو ظاهرة وجريمة دولية، اتفاقات الدولية اللي احنا موقعين عليها كمصريين، مصر لأي مدى أولا إحنا موقفنا قوي فيها، لأي مدى إحنا محافظين على حقوقنا فيها، لأي مدى هي مفعلة على أرض الواقع؟ الحقيقة يعني يمكن سؤال مهم من حضرتك جدا، لأنه هو ده بالضبط كده اللي بيساعد فيه إيقاف نزيف أو إيقاف الجريمة الدولية أو جريمة الإرهاب الدولي. لأن أنا كانت لما أكون عندي اتفاقية دولية ما بين تعاون ما بين الدول، وخاصة في عندي في القانون، وده كان القانون الإيطالي والقانون الألماني والقانون الفرنسي وقوانين كلها، حاجة اسمها الإنابة القضائية. الإنابة القضائية قالت عندي أنا لابد مع سرعة الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، بقى النهاردة أنا عايز أسمع الشهود، أنا عايز النهاردة في حكم موجود عن فعلا المجتمع الدولي أقر اتفاقيات دولية بخصوص مواجهة الإرهاب، ونتمنى أن مفعلة ولا لا يا أستاذ جمال؟ الحقيقة بالشكل المفروض ولا لا؟ لا كنصوص موجودة، ولكن حقيقي غير هو ده. احنا نتمنى ان القوانين والاتفاقات تنفذ على ارض الواقع. فكرة التستر على شخص مطلوب لدى العدالة، استاذ جمال كان لسه بيتكلم عن الموضوع ده دلوقتي، بيقول قد تصل الى نفس عقوبة مرتكب الجريمة. تخيلوا حضراتكم بقى لو انتوا في الاساس مش فاهمين او مش عارفين، او عارفين بس يعني مش مشكلة، ايه يعني اللي هيحصل لنا؟ اللي هيحصل لحضراتكم نفس العقوبة اللي ارتكبها الفاعل، اي من كانت بقى الجريمة هي ايه. شوفوا انتم متسترين على ايه، ارهابي يبقى انتوا هتاخدوا نفس عقوبة الارهابي، لص هتاخدوا نفس العقوبة، يعني على مرتشي هي نفس العقوبة. احنا نزلنا للشارع لان بيهمنا الموضوع ده جدا يا استاذ جمال، عشان نعرف رأي السادة المشاهدين ايه على ارض الواقع من خلال التستر على شخص مطلوب لدى العدالة، وهل هم ممكن يعملوا حاجة زي كده ولا لا؟ في ساعتها يخافوا. هنشوف في التقرير لو تأذنوا وتأذنوني نرجع مرة. تفضل يا حضرتك، تفضل. هناك بعض المواطنين البسطاء الذين يتسطرون على أشخاص مطلوبين لدى العدالة أو صادر ضدهم أحكام معينة دون أن يعرفوا أن هذه جريمة يعاقب عليها القانون. من هنا نسأل، كيف يتعامل المجتمع مع هؤلاء وكيف يتعاون مع العدالة؟ زي المجرم بالظبط، مش هو متستر عليه خلاص يتحاسب زيه. ما انا عشان اتستر عليك وانت عامل جريمه، ابقى انا مشارك معاك فيها. الشخص اللي بيتستر على العداله بيكون شريك لي،
احنا اليوم ما بنقولش ان سين ده هو اللي بيعمل كده، العمر واحد والرب واحد. احنا ليه احنا الإدارة؟ عشان مصلحة مين الإدارة؟ ده مخالف للقانون، ولازم القانون ياخد مجراه مع الناس اللي زي ديت. والله اللي بيتسطر على مجرم ده المفروض اقل حاجة اعدام في الفترة اللي احنا فيها دي، لان البلد مش ناقصة، بجد البلد مش ناقصة. والله يكون في عون الشرطة بجد، مش تطبيل، لان احنا بنشوف بلاوي. فيا اعدام يا يعملوا قانون 50 سنة او مدى الحياة، هو ده الصح. عقاب رادع من اقصى ما يمكن. يتسطر على المجرم ليه؟ حتى لو اخوه يتسطر عليه ليه؟ ينصحه بالحسنى، ما يعملش الجريمة دي في الاول، ولو تسطر عليه لازم يقع تحت قلة القانون، ما يتسطرش عليه، لا يعرض وقعه الاول وينصحه. ولو في، انا اسف معلش، لو في بيئة وناشئة كويسة، عمر ما تلاقي واحد هيقدم على خطوة زي دي او حد يتسطر عليه. الحمد لله الشعب المصري واعي جدا. طول الوقت انا براهن، طول الوقت براهن عليكم، وطول الوقت بتخلوني اكسب الرهان. بس هنا في مسألة التستر على الشخص المطلوب لدى العدالة يا استاذ جمال شوية كلام بقى. فكرة ان هو يعرف ان هو مجرم من عدمه، فكرة تفرق في انه متورط معاه ولا لا؟ طبعا لانه النهاردة دلوقتي انا خبط على بابي شخص ما قال لي انا عايز افطر معاك. طبيعتنا احنا كشعب مصري اتفضل طبعا. ولو كان معاك 50 واحد اقول له اتفضل. وقد يكون في جيبه متفجرات. وقد يكون مثلا بيجهز لي، وكان يكون جاي من جريمة. المطلوب حقيقي الوعي لدى افراد الشعب المصري بالكامل ناحية كل انسان انا ما اعرفوش. اخويا مؤكد انا اعرفه، جاري مؤكد انا اعرفه، زميلي في الشغل انا اعرفه، لكن انسان انا ما اعرفوش حذرين شويه، بس اكون مش شويه، بقول لحضرتك شويات يعني طبعا. طيب هو دخله على فرض السيناريو حياتك قلته، لانه فعلا ممكن يحصل، دخله وقعد معاه وفتح له بيته، وبعد شويه اتضح ان هو مجرم، بس الشخص اللي متستر عليه او اللي موجود معاه مش عارف. فكرة المعرفة او عدمها تفرق في العقوبة؟ يعني انا مش عارفة تفرق. ابقى براءة؟ لا تفرق. في انا النهاردة الشخص قاعد معايا في البيت وقال لي مثلا انا عايز اكون ضيف عندك لمدة 3 ايام، الشخص ده تفرق لما بيكون شخص زميل ليا جاي لي من سوات، جاي لي من اسوان، غير لما يكون انا عارف ان هو كان مشارك في سرقة العربية او مشارك في عملية التفجيرات في حادث مش عارفة فيها. يبقى انا كده براءة ولا برضو بشكل او باخر متورطة؟ والله يعني عن اسعى عملي مفيش واحد اسمه مش عارف، نكون صراحة مع بعض. يعني انا يعني نادرا لما يكون انا مش عارف اللي عندي في البيت ده حاجة من الاتنين. ده ممكن يبقى اخوه مش عارف ان هو مرتكب جريمة. بس يعني على الفرد ده هل بيبقى براءة ولا بيبقى متورط برضو بشكل او باخر؟ بيبقى فيه تورط طبعا، لان هو في حاجة في القانون. مش عارف. حتى لو مش عارف القانون النهاردة لابد في حاجة اسمها الشخص المعتاد او الشخص العادي. بمعنى انا النهاردة ما يجيش واحد بيقول لي خد شيل الكيس، الكيس ده في جيبك في عربية ميكروباص، واروح شايل الكيس ده من غير ما اعرف حقيقة اللي في الكيس ده ايه وحاجة زي ده. ما جايز الكيس ده بعدم توخي الحذر، يعني اسمها ايه بنسميها، اسمها اليقظة. اليقظة اكون يقظ وانا سائي، اكون يقظ وانا في سكني، اكون يقظ يعني وانا في عملي. وده اللي احنا بنطالب بيه، وده اللي بيخليه بيتورط في النهاية. طبعا حتى لو ما كانش عارف ده بيتورط. وايه كمان؟ وقد يكون لو توافر لديه اليقظة ان يمنع ارتكاب الجريمة ويمنع حادث اغتيال، لو عنده اليقظة ويمنع. يعني احنا يعني انا بقول لحضرتك وقع حصلت في دولة ما يمكن مش فيها موضوع اليقظة، كان فيها موضوع الظلم. كان شاب اتهم في قضية قتل وعمره 17 سنة وخرج من السجن عنده 57 سنة. اول ما خرج كان تخيلي واحد بريء ويقضي عقوبة قتل في السجن لحد 57 سنة، لما خرج فظهر اتعدلت القوانين
ولذلك وده اللي انا بقول فيه لابد من تعديلات للقوانين تتمشى مع الاساليب الحديثة، وما يكون القانون اللي هو هدف القانون ايه، اقبض على المجرم الحقيقي وان ما يدانش متهم بريء. ده هدف، ده هدف القانون وهدف المجتمع، لان انا المجتمع لما يكون انسان بريء يدان ويحكم عليه بالعقوبة يبقى هنا الظلم، يبقى هو هنا عدم العدالة. فكان اول ما خرج فكان في القاضية بتسأله بتقول له بعد ما افرجنا عنك وحصلت على البراءة ايه التعويض اللي يكفيك من انك قضيت 40 سنة ظلم؟ قال لها حاجة واحدة بس، اجراء التعديلات على القوانين اللي حبستني. الله، شوف حضرتك بسته. وبعديها باسبوع فوجئ برئيس الدولة وزوجته بيزوروا في البيت وبيتغدوا معاه. هو ما عدلوا قوانين وما عدلاش، مش هم الغدا اهم حاجه القوانين اتعدلت ولا لا، ده اهم حاجه. اتعدلت طبعا وصدر طبعا في الدوله دي. الموضوع ده منشور على الفيس والحقيقه ده جميل. احنا بنقول العداله، العداله في كل، العداله للعامل اللي بيشتغل يلاقي اجره اخر الشهر، لان انا لو جيت اخر الشهر وما لقيتش اجري هعيش منين؟ طب والعداله موجوده في القانون ده، تستر على شخص مطلوب لدى العداله ولا لا؟ والله برضو يعني انت، احنا طبعا احنا انتهينا من فكره انه مش عارف، وحياتك قلت لي حتى لو مش عارف لا هو بيتعاقب، بس اكيد مش عقوبه كبيره لعدم يقظته. طب لو عارف بقى دي كارثه. ده كارثه، ومن اكبر الكوارث ان هو يكون مش بقول بقى باللغه العاميه، بقول توافر لديه القصد الجنائي والقصد الخاص، علم وإرادة، علم بأن الشخص الذي يوجد في منزلي أتستر عليه من أجل جريمة قتل، من أجل جريمة سرقة، من أجل جريمة إفلاس. تفرق الجريمة؟ تفرق يعني طبعا. يعني لو أنا تسترت على قاتل غير لما أتستر على حد سرق مثلا، سارق حاجة بسيطة، ولا إرهابي مختلف عن مثلا حد يعني سب وقصف؟ طبعا تفرق، لان في جريمه بتضر المجتمع كله باسره بالكامل، بيأثر على حضرتك وبيأثر علي على امني، لان ما هو الارهاب في اللغه العربيه؟ الفزع، الخوف، مصدر ارهبه، اخاف، فزع. يعني ده سيدنا عمر بن الخطاب لما كان جاله واحد بحاكم مصر كان سيدنا رضوان الله عمرو بن العاص، فقال له جاي واحد بيشتكي لسيدنا عمر الخطاب بيقول له في واحد ضربني بالقلم، فبعت سيدنا عمر بن الخطاب جاب سيدنا عمرو بن العاص وجاب الراجل ده، واول ما جاء قدامه وكان الراجل ده مسيحي قال له مين اللي ضربك بالقلم؟ قال له الراجل ده، قال له اضربه بالقلم. لكل مصري سواء مسلم او مسيحي عايش على ارض مصر دي بلدنا، حمايتها يعني مطلوبة مني. يعني اكيد المتستر على ارهابي مختلف عن انه متستر عن سب وقصف. نعم. ولكن هو برضو معاقب، حضرتك تقصد في العقوبة. نعم. وفي مدى التورط. نعم، القانون يقر ذلك. يقر ده. نعم. ولكن في كل الاحوال هو متورط، مدى التورط ومدى العقوبة هي اللي بتختلف. نعم. مظبوط؟ تختلف طبعا، لان الجرم الجنائي او الشارع الجنائي عندما وضع النصوص العقابية وعندما جاء قانون الاجراءات الجنائية بالمشرع الجنائي يضع في اعتباره حجم الكارثة وحجم الضرر الذي نال المجتمع ونال الافراد من الجريمة. لان انا جريمة حادث اغتيال النائب العام، جريمة اغتيال ضابط شرطة، جريمة كل دي، غير لما يكون لان انا بغتال صفة رسمية النائب العام، رمز طيب. رموز الدولة. في بعض الأحيان بيكون التستر مش لأنه يعني مهتم بالأيديولوجية أو يعني مؤمن بالعمل اللي قام به، لكن خايف على الشخص، زي أم مثلا بتتستر على ابنها، القرابة اللي ممكن تكون ما بين الأشخاص تودع في الاعتبار؟ الحقيقة ممكن بتوضع في الاعتبار، بس اعتبار لتجديد العقوبة وليس لتخفيف العقوبة. تجديد العقوبة. لتجديد العقوبة، ده الصدمة بقى هنا. لان هنا انت واجب عليك لابني ان انا اقومه، ان انا ما اتركوش فريسة للفكر الفاسد الهدام، ان انا قريبي، ابن عمي، يعني اصدقائي، احنا بنقول
الجيش والشرطة لا يستطيع أن يواجه الإرهاب. لابد من كل فرد في مصر، لكل أم، كل أب، عليك أنك تشوف ابنك، ما تسيبوش ابنك في الـ 24 ساعة. بس هيقدموا للعدالة؟ بعض قد يقول كده يعني ابني هيقدموا لحبل المشنقة؟ والله في المجتمع المصري بلاقي نماذج من هذا النوع فعلا حقيقي. دي حقيقي موجودة حقيقي المجتمع مصر عامره فعلا الحمد لله مصر ولادة. اذا التستر ودرجة القرابة ما بيبقاش تستر من خلال او بمبرر درجة القرابة، والخوف على الشخص ده ما بيبقاش عامل مخفف للعقوبة، بالعكس بيكون مشدد للعقوبة اكتر، لانه مفترض ان انا الحامي لهذا الولد، انا المقوم لي زي ما حضرتك بتقول. نعم. يعني نعم. طيب اذا معنا تليفون، استاذ هاني. الو، اهلا وسهلا بحيث، اتفضل يا فندم. الله يخليك يا فندم، الله يخليك. اتفضل. كل سنه. استاذنك بس الاول، انا بني شهداء الوطن والارض في الاحداث اللي حصلت. ده مبدئيا. تاني حاجة، احنا بنتكلم على بلد قانون وبلد عدالة وبلد عايزين بعد 25 يناير اللي هي توبة في عزة. دلوقتي حصل موقف النهاردة مش لطيف. اتفضل. الموقف بس عايز اشوف القانون، مدى قانونيته ايه؟ اتفضل. موجود مع سيادتي. دلوقتي انا ليا اخ بيغيب في الثانوية العامة بقاله 30 يوم. اتفاجئت ان هما بيكلموني النهاردة في النيابة، تعالى هو اتصل بي اخويا دوت، تعالى انا في النيابه في ايه؟ انا مش عارف حاجه. المهم جاله استدعاء امبارح من النيابه، فهو وزميله، وهو مضابط اول على فكره، وزميله مضابط اول نفس الكلام، ومعاهم مدير اللجنه كمان، ان في طارش يدعي ان هم سرقوا منه موبايل. فطبعا القانونية اللي هم بيقولوا عليه ان اي طالب يخش بيمضي على تسليم الموبايل. الطالب ده كان يوم الخميس اول اخر اخر اسبوع يوم الخميس، من اول اسبوع امتحانات، وهو المحضر ده اتعمل امبارح والنهارده راحوا النيابه. فالمحامين بيكلموا كل النيابه في كذا 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 والقانون بيقول كذا، قال لهم لا انا ما عنديش دوت. طب الجماعه بيقولوا له يا فندم الموضوع ان الطالب بيمضي على الموبايل وبياخده، ده ما شفناهوش. وبعدين احنا عندنا 750 طالب بنشوفهم كل يوم، ما نعرفش مين من مين. فالمهم كل النيابه تعمل دوت، وما رضاش يفرض عليهم وحجزهم في الاسم ورجعهم الاسم تاني. انا بشوف هل ده ما كانش ينفع اخلاء سبيلهم بضمان محل اقامتهم او الوظيفه بتاعتهم؟ وهل ينفع مدرسين زي دول يصبوا في وزاره التربيه والتعليم؟ يعني انا مش فاهم ايه مدى القانونيه في الموضوع دوت. يعني واضحه فعلا يا فندم. يا استاذ هاني، هل ممكن اخلاء سبيلهم في من النيابه ولا ده مش قانوني؟ هو الحقيقه مساله اخلاء السبيل هو قرار من النيابه العامه بالنسبه للمتهم، ولكن بيبقى في قضيه موجوده عليه. يمكن من خلال الظروف والملابسات اللي هو بيتكلم بيها السيد الفاضل، في حاجه مش مفهومه ان النيابه العامه ما تخليش سبيله، لان انا كطالب وبامتحن، ده بيجيبوا المسجون النهارده وبحراسه وبيمتحن. انا النهارده في بلاغ سرقه، بلاغ سرقه موبايل. انا وكيل وكلاء النيابه العامه في مصر الحقيقه بيبقى عندهم يعني روح القانون، حتى لو توافرت ادله السرقه هيدي قرار بان هو يمتحن ويكمل امتحانه، وبعد كده بيبقى تستكمل اجراءات التحقيق. وهنا انا بنصح حضرتك، انا بس مش متذكره، هشوف حضرتك هتنصحه بايه. هنصحه بان هو سيناريوهين، انا مش يعني بس ما كنتش سامعه كويس، هل هو فعلا خلص امتحانات ولا لا؟ لو خلص امتحانات يجوز للنيابه العامه انها تحتجز، وما بيبقاش عندها مبرر. يجوز هو النيابه العامة بتؤمر بحبس المتهم على ذمة التحقيق، لها 4 أيام النيابة العامة، وبعد كده بيعرض على قاضي المعارضات على أساس بيديله 15 بيستمر في الحبس أو يديله إفراج. فالنيابة العامة ما بتدي إفراج لو أنا بالنسبة لي في محل إقامة ثابت، في ممكن بكفالة، لكن في قضايا السرقة الحقيقة بيتشددوا، لأن دي سرقة جال. انما هو
انا بنصحه ان هو يقدم كافة الضمانات للنيابة العامة وتفرج عنه لحين. ايه الضمانات اللي ممكن يقدم؟ الضمانات ان هو بيقدم محل اقامة ثابت، ان هو في شخصية مثلا ما عندوش محل اقامة ثابت، عشان كده النيابة. لا لو ملوش محل اقامة ثابت من حق النيابة. مش شايفين كل الاطراف علشان كده ممكن يكون ان ما عندوش محل اقامة ثابت مثلا. هو اللي نقدر يعني ضمانات محل اقامة ثابت، وايه كمان؟ محل اقامة ثابت، وان انا بمضي على تعهد واقرار ان انا مستعد احضر المحاكمة لاثبات براءتي بان انا لم اقم بواقعة السرقة. اما واقعة السرقة اذا كانت ثابتة فمن حق النيابة العامة الا تأمر بالافراج، بل تطالب باستمرار حبسه احتياطي، لان قضايا السرقة من القضايا المخلة بالشرف، مش مثلا ايصال امانة في تبديد او 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 من الامور اللي زي دي. وانا انصح الاستاذ بان هو المحامي بتاعه يتقدم للنيابة العامة بطلب اخر باستئناف هذا القرار، وبيجي المحامي العام الحقيقة بيقدروا ظروف الطالب، بالذات احنا كمحامين لما بنيجي نتكلم مع النيابة العامة ده طالب ومستقبله في بدايته والدته واخوه وبيستجيبوا. الحقيقة الحقيقة في وكلاء نيابة والله الحقيقة انا بشوفهم في قراراتهم عادلة عادلة عادلة. طب تمام، يعني بشرك بالخير يا أستاذ هاني، بس أعمل الخطوات القانونية ديت. هو تصدر يا أستاذ جمال بس إن أنا أخلي حد موجود في بيتي، ولا التصدر إن أنا ألاقي له مكان حتى لو ما كانش في بيتي، ولا التصدر إن أنا أبقى عارفة مكانه وما أقولش عليه؟ يعني معنى التصدر ليه أكتر من شكل. هو أنا بحييك حضرتك أنت جاوبت على يمكن 95% من معنى التصدر. والله فعلا؟ والله. طب قولي على 5%. التصدر ممكن. أنا كان لازم أدرس بقى حقوق بقى كده. 5% اللي ناقصة إيه بقى؟ لا أنا بحييك حضرتك، يمكن عندك معلومات أكتر من اللي درس الحقيقة ده من حضراتكم من عشر الأم يعني زي ما بيقال. ممكن فعلا حقيقي التصدر يكون ان انا بشوف له شقة، والشقة ديت بيكون عقد الايجار بتاعي، عقد الايجار باسمي انا، وبقى عاده فيها، او ده بيندرج تحت تصدر على مجرم واخفائه وتهريبه من العدالة. انا مش شرط ان يكون ودي الحالة العملية اللي هي بتبقى موجودة، لان انا موجود علشان ما ورطش نفسي. مش هجيب، مش اقعده في بيتي واجيب الشبهات، لا هروح اشوف شقة في فيصل، اشوف شقة في 6 اكتوبر يقعد فيها، ويكون الشقة دي التمليك باسمي، يكون الشقة دي عقد الايجار، والمتهم او اللي هو هارب من الجريمة في هذه الحالة يعني بيبقوا. طب التستر ان انا اعرف معلومات مقش عليها ده يعتبر تستر؟ طبعا المعلومة بتفرق لدى مأمور الضبط القضائي في سرعة الانجاز فيعتبر تستر ان انا ما اديتش بالمعلومات الكافية، ويتضح بعد كده ان انا طبعا اعرف المعلومات. انا لما قريت النهاردة في مجموعة تبرعوا للشهادة في موضوع اغتيال الحسن، ده وحيه وده أدى الشهادة في الإسلام، زي ما قلنا إن أنا ما تمشي الشهادة، ما هو هي الجرائم بتحصل من إيه؟ أنا بشوف قدامي الجريمة وما بعملش اللي عليا. عدم عدم الإيجابية السلبية. بالضبط السلبية. وبيبقى في جريمة بالامتناع السلبي. لأنه ما عملش حاجة. ما عرفش الجريمة إيه؟ سلوك. أحد الجرائم اللي كانت الشباب والشعب يعني كان موجهة لمبارك بالامتناع السلبي، إنه ما أمشي بمعلومات، لما قالوا لا هو ما قدمش أي أوامر للداخلية إنها تضرب، فقالوا طب والامتناع، حتى الفقهاء القانونيين ساعتها قالوا كده، طب ليه ما أمرش بعدم؟ يعني هو كمان ما أمشي بالدور اللي كان المفروض يقوم بيه، ده على ذكر الكلام يعني. نعم. هي فيها مسألة الامتناع السلبي، إن مثلا تلاقي فيه قانون المناقصات والمزادات، تلاقي مثلا مطلوب من مثلا اللي هو صاحب السلطة المختصة ان هو يطالب المقاول بالتسليم الابتدائي في ميعاد معين، يطالب في التسليم النائب في ميعاد معين، ما يطلبوش الاهلة، سهله ان يستولي على المال العام للمنشأة. هو ده الاسم الامتناع السلبي، لان هو الركن المادي للجريمة السلوك الاجرامي، النتيجة علاقة السببية، السلوك الاجرامي حركة ارادية بصوب بندقيتي حركه ايدي معنوي ومادي معنوي بينتقل لمادي، معنوي علم واراده،
علم بان البندقيه اللي في ايدي، بان السكينه اللي في ايدي، بان الشخص الموجود عندي في البيت اللي انا متستر عليه. طب لو تستر عليه في مكان ومفيش يعني ادله تقول ان انا متستر عليه، زي مش مثلا مودياه في البيت اللي انا مأجراه او البيت اللي هو ملكي، وبعد كده قلت لا انا ما اعرفش عنه حاجه، ولما اتقبض عليه قلت لا ده مش مكاني وما اعرفش عنها. مساله الاثبات هنا صعب قوي. سيده الفاضله، لا الفاضله لا يوجد جريمه كامله، لا اي جريمه لابد ان يكون هناك دليل على ارتكابها. بس انا بحاول النهارده، انا لو التستر على الجريمه لابد من كشفه مني انا المتستر، لان ببقى حريص على المتستر المتستر عليه انه ما ينكشفش، فاثير الريبه، فاغير من طبيعه اعماله اليوميه او جدولي اليومي. بروح شغل، ياخد شغل النهارده اجازه، بروح النهارده مثلا لا مش دي بقى تكشفها تحقيقات النيابه. طبعا تحقيقات النيابه والتحريات والمعلومات الاستخبارات التحريات، ضابط الشرطه يبقى له عيون في كل مكان تقدر تكشف. النهارده هو خرج من البيت، راح هنا عن طريق المعلومه اللي يتلقاها يستطيع يعرف الجريمه هترتكب، يعرف المكان ده في المجرم ولا لا، في واحد ارهابي ولا لا، في كل الامور دي كلها. طيب انا تسترت على مجرم وبعدين ضميري صحي فروحت بلغت عنه، اتحاسب على الوقت اللي انا كنت متستره بيه؟ القانون بيقدم له جائزه اعفاء من الجريمه خالص، اعفاء من الجريمه، اي متستر، لان مساعده العداله، مساعده القائمين على العداله سواء تحقيق ابتدائي سواء مامور الضبط، كل ده بيبقى له. اذا بتصور بقى المتسترين على مطلوبين للعداله ارهاب وغيره، النهارده رسالتنا واضحه قوي قوي، يعني اذا ده حصل عندكم طريق لف وارجع تاني، والقانون مش هيعاقبك، بل بالعكس مديك جايزه انه عافيك عن اللي ارتكبته من قبل. بشكر جدا تشريف سياده المستشار استاذ جمال الدين عبد العزيز محامي النقد والدستوريه. لا نورتنا يا فندم، شرفتنا. شكرا.